الله مساءكم. أهذه من تزوجتها؟ ما كانش شكلها كده وقتها، كانت بيضاء شقراء عيناها زرقاء، وفي ليلة الدخلة على حقيقتها كشفتها. دخلت لتأخذ شاور وغابت كتير، وحينما خرجت طلت بوجهها العكر من وراء البشكير، فوجدت أنني تزوجت من صديقي سمير. أمن الممكن بفضل أدوات التجميل أن يتحول القرد إلى مخلوق جميل؟ هي شكلها بقى عامل كده ليه؟ ده أنا خايف لا تطلع لي بالليل. أمن الطبيعي إن رموش هتدخل في رجلي وأنا بتمشى؟ أمن الطبيعي إن شعرها الحرير يطلع مقشة؟ أيجوز أن تقع عدساتها في الأكل وإحنا بنتعشى؟ ده غير حاجات كتير كانت كبيرة لقيتها فشة. ده اللي قطم ظهر البعير كان يدوب قشة، يا أخي قشة. وبكده